الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله. ماذا أخذنا بالأمس؟ إخواننا تركوا التليفونات هذا اللي ما يعني في الغالب ما جاءت إلا بالشر، الله المستعان. ها أخوان، ماذا أخذنا بالأمس؟ نعم، لماذا اخترنا دراسة كتاب التوحيد؟ لماذا؟ نصيحة العلماء مشتمل على أدلة من كتاب السنة من أحسن ما ألف في هذا الباب، عناية العلماء به وكثرة الشروحات عليه وحسن التبويب والترتيب والتصنيف وغيرها، واهتم بتوحيد الألوهية قلنا نعم، وإمام ومعاصر ومعروف وغيره. نعم، ماذا أخذنا غيرها؟ ماذا أخذنا بالأمس؟ لا تدري؟ أنت شاهد. إيه؟ أوقف. بسم الله. لازم تشارك أخوانا. ها؟ ماذا أخذنا؟ أي فائدة؟ نعم، أخذنا أن سبب العداوة للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، علماء الدعوة النجدية رحمه الله جميعاً، هو إيش؟ التوحيد. كل من يعلم الناس التوحيد ويحذر من الشرك يقال عنه وهابي، وأرادوا أن يقدحوا وإذا هم يمدحوا. نعم، لأن النسبة إلى الله سبحانه وتعالى غير هذا. نعم، انتبه معي هنا شوية وأترك الأجهزة هذه. نعم، أقسمنا قلنا الكتاب حتى نتصور الكتاب إلى 10 أقسام، مقدمة 5 أبواب، تفسير التوحيد هذا القسم اليوم إن شاء الله، الأدلة والبراهين على بطلان عباد ما سوى الله، سبب كفر بني آدم، دحت حجة والرد على من يقول أن الشرك لا يقع في الأمة وفي الجزيرة، الأعمال الشيطانية، أعمال القلوب، الأسماء والصفات، المنافق، القضية، الفاظ الشركية، الخاتم، ما شاء الله. تمام، غيره. نعم، أخذنا الباب الأول، ما هو باب وجوب التوحيد؟ لماذا بدأ به؟ حتى تعلم أن التوحيد أوجب الواجبات وأول الواجبات ودعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. الثاني فضل التوحيد، لماذا؟ حتى تشتاق، وجب عليك وتشوق إليه، لابد من تحقيق التوحيد، أي تخليص التوحيد من الشرك والبدع والمعاصي. وتحقيق التوحيد يكون بالقول والعمل والاعتقاد، وتحقيق التوحيد عند المؤلف بقراءة الباب، صحيح؟ اقتداء بإبراهيم عليه الصلاة والسلام سادة الأولياء. الرابع قلنا كل باب بعد تحقيق التوحيد هو من تحقيق التوحيد، فمن تحقيق التوحيد الخوف من ضده، لأن بعض الناس يظن أنه هو إمام الأئمة. نعم، وهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل الله، أبو الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام، أثنى الله عليه وخاف من الشرك، إذا أنت من باب أولى. ثم باب الدعاء لشهادة أن لا إله إلا الله، لأن المحقق حقا للتوحيد لابد أن يدعو للتوحيد وأترك كتاب الشرك، وللرد على من يقول أن الشرك لا يقع، وللرد على من يقول أن أول ما يبدأ به في الدعوة الصلاة، قال لا، أول ما يبدأ به التوحيد وغير هذا. ما أنا أخذنا؟ نعم، ما شاء الله يا أخوي، اترك الجهاز هذا، ها؟ أعطيني هو، احفظ، اترك هذا، لا لا خليه هنا، خليك معي. لا، الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى استشكلوا عليه هذا الأمر، الكتابة، فالشيخ يقول الآن عندما تكتب تذهب عليك بعض المعلومات، خاصة مع هذه الأجهزة، ممكن يجيك رسالة كذا منهيات، صح؟ نعم. الثاني، السلف الصالح اعتادوا على ماذا؟ على الحفظ والضبط، ونحن اعتدنا اليوم على هذه الأجهزة، ولو ضاع الجهاز ضاع من كل شيء. كنا قبل تأتي هذه الأجهزة المطورة نحفظ أرقام الهواتف، نحفظها، الآن لا نحفظ، الذاكرة هنا تعطلت التي كانت تحفظ الأرقام. أي نعم، فالسلف عندهم حفظ، بشر هم، لأنهم عودوا أنفسهم على الحفظ. ثم الدرس عندنا يكرر كم مرة؟ الآن نكرر الدرس كم مرة تقريبا؟ 3 مرات أقل شيء،
ومع الكتاب مكتوب في الكتاب كل شيء. ايش تكتب؟ انا ليس عندي شيء، انا فقط اتذاكر معكم. طيب خلي الجهاز عندي انا. نعم، تعريف التوحيد. تعريف التوحيد، وقلنا ان التوحيد افراد الله سبحانه وتعالى بما اختص به من الربوبيه والالوهيه اسماء صفات، وعرفنا انواع التوحيد. الله يبارك فيك ما شاء الله. نعم غيره. نعم، شروط الدعوة إلى الله قلنا خمسة. الأول الإخلاص، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، العلم الشرعي ومعرفة حال المدعو والحكمة، وسورة العصر تدل على الصبر. هذه